مع الورقة الرابعة دائما في استعراض سيرة المصطفى صلوا على الحبيب، ودائما حول موضوع واحد وهو المقاصد المتوخاة من وراء دراسة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما المقصد الأول فهو معرفة رسول الله، والمقصد الثاني معرفة التضحيات الجسام التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة لانتشالنا نحن من ضلالة الشرك إلى نور الهداية. وأما الثالثة وهي تنقدح من هاتين وهو محبة رسول الله وهو قطب رحى هذا الدين. والرابع المقصد الرابع وهو أيضا نتيجة من نتائج محبة النبي وهي طاعة رسول الله فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر. وحينما تحدثت الجمعة الماضية حول هذا المقصد قلت إن ما أريد أن أركز عليه في مسألة طاعة المؤمن لرسول الله ليست تتمثل في طاعته فيما افترضه الله تعالى أو فيما حرمه الله، فالواجب والفريضة هو أمر افترضه الله تعالى والحرام حرمه الله تعالى، ليس هذا هو المقصود. وإنما هناك منزلة أخرى هي منزلة الولاية التي أقصد، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي يصير محبوبا عند الله حينما يطيع رسول الله في الأمور الأخرى في المرتبة الأخرى في سنن رسول الله. وكنت قد تحدثت عن بعض هذه السنن، وأقصد بسنن رسول الله ليست السنن المتعلقة بالعبادات فقط، فإنني رأيت كثيرا يحرص على أن يدعو الناس للحفاظ على سنن رسول الله في الفرائض، في الصلوات، في صيام الاثنين والخميس، في صيام الأيام البيض 13-14-15، يركزون في السنن على سنن الفرائض العبادات. لكنني حينما أتحدث عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسننه أقصد بصفة آكد سننه في المعاملات. ولذلك قلت من أراد أن يستن بسنة رسول الله فلينظر إلى كيفية تعامل النبي مع الناس، سنته في بيته مع أزواجه، ما رفع يده على امرأة ولا طفل قط. هذا الذي يبين شخصية الحبيب التي تبهر الألباب وتعطي صورة المؤمن الذي يحسن التعامل مع خلق الله. كيف كان مع أزواجه؟ تسأل عائشة عن خلق النبي في البيت فتقول كان خلقه القرآن، ويقول خادمه أنس خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي شيء لم أفعله لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وإذا كسرت شيئا أو تأخرت عن فعل شيء صار الأهل يعنفونني، فيقول لهم رسول الله لماذا تعنفونه؟ لو كان شيئا يحدث لك ولو كسرت شيئا، ايش زلافة ولا شي كاس، احنا تنوض القيامة في الدار، هو يقول لهم قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أجله قد حل. إذا قدم له طعام إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه ما عاد طعاما قد صلوا عليه. هكذا نريد أن نطيع رسول الله في البيت، إذا أكل، إذا قدم له طعام أعجبه أكله وحمد الله على ذلك، وإن لم يعجبه تركه فما عاب طعاما قد صلى الله عليه وسلم. في معاملتي مع أولادي صلى الله عليه وسلم
كيف كان الولد يمتطي ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيطيل بالناس السجود فيسألونه كيف أطلت السجدة على غير عادتك فيقول بكل تواضع وهو خير من مشى على الأرض بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء فيقول ارتحل ظهري ولدي فكرهت أن أفسد نشاطه. يا الله، يريد تربية جيل سوي، جيل سوي يمشي على أربع في بيته وهو خير الخلق ويمتطي ظهره الحسن والحسين فيدخل عليه علي وهو يداعب ولديه حفيديه ريحانتيه فيقول سيدنا علي نعم الجمل جملكما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجمل جملهما ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. يداعب علي رضي الله عنه وأرضاه. أين تجد هذا النموذج المقتدى والأسوة المحتذى غير رسول الله المجتبى المزكى عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى سننه في تعامله مع أصحابه، في تعامله كان متواضعاً، كان رحيماً، كان يسير في الناس سير الضعفاء، كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشخص بعد الصلاة، إن كان مريضاً عاده، إن كان ميتاً شيعه، حتى كان يسأل عن إنسان لا يؤبه له. جاء ذات مرة وسألهم أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فإني لم أعد أراها لأيام؟ قالوا يا رسول الله قد التحقت بالرفيق الأعلى ماتت. قال فهل لا آذنتموني؟ لماذا لا تخبرونني؟ قالوا ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك بليل، غسلناها ودفناها. يعني امرأة عادية، لو كان مات أبو بكر ولا عمر تنوضوني؟ وزعما هذه علاش؟ يا الله، امرأة تقوم المسجد ما تدير والو، تدخل الجامعة تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صابت شي حاجة ماشي مزينات. فسأل عنها رسول الله، فلما لم يخبروه قال لهم إذا دلوني على قبرها. يا للوفاء، يا لوفاء خير من مشى على الأرض صلوا عليه. فذهب إلى قبرها وصلى عليها الجنازة في قبرها، صلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مليئة بالظلمة على أصحابها وإن الله لا ينورها بصلاة عليه، صلوا عليه. كان عليه الصلاة والسلام من سنة يحب جبر الخاطر، يشبر خاطر الناس. فتأتي امرأة أعرابية وقد ولدت ناقتها، وكان أول حليب يخرج من ضرع الناقة بعد الولادة احنا كيسميوه الباء، الباء. فجاءت به إلى رسول الله وهي ما معروفة لا بسميتها لا والو، قالت أحب أن يكون أول من يشرب من لبن هذه الناقة بعد الولادة هو حبي رسول الله. فجاءت من البادية تبحث عن رسول الله، وفي الحديث قال فلم يجدوا عند بابه بوابا، أروح وادخل. سيدنا بسلس ما عنده لا مخزني لا بلانطو عند الباب، لم يجعل بينه وبين الناس حجابا. قالوا له واحد النهار يا رسول الله نخشى عنك اليهود، نجعل معك من يحرسك لجارد كور. فأنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس، ما يحتاج. يا الله، فلم تجد على بابه بوابا ودخلت عليه وقالت بأبي وأمي يا رسول الله ولدت الناقة فأحببت أن تكون أول من يحظى بشرفي أن يشرب من لبن هذه الناقة. وكان إذ ذاك صائما، صائم وكان مر عصر غادي وذن النهار، كل شيء واحد بحالنا يقول له راني صائم،
أن يصائب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبر الخاطر، فقال بسم الله ناولي بسم الله، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى يريد أن يجبر خاطرها ويملأ قلبها طمأنينة ورضا صلى الله عليه وسلم. ما قال لا شري صائب. إذا صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام يستجيب لدعاء ولدعوة أي أحد ولو على كراع ماعز صلى الله عليه وسلم، يستجيب لأي أحد دعاه ولو على كراع ماعز، ولو ذهب عند أحد صائما ودعي إلى طعام لأفطر، ولو كان صائما وجاءه ضيف في غير يوم لأفطر، وينال أجر الصيام والإفطار. مش عم عليك تخصيني يقول لي أنا كنت ناوي الصيام وراح عرضني واحد السيد واش نمشي، روح وافطر لك أجر الصيام والإفطار. صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي فيرتجف من شدة هيبته التي وقعت في قلبه، فيخلع النبي بردته ويفرشها في الأرض ويقول له يا أخ العرب إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، حون على نفسي أنا لست ملكا جبارا. صلى الله عليه وسلم يقف الناس له يقول لا تقف لي كما تقف الأعاجم لبعضها بعض يعظم بعضها بعضا. صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يمدح فيقول صلى الله عليه وسلم أحث التراب في وجه المداحين. على كل استطردنا في الحديث عن سنة رسول الله العملية، لكنني أقصد إن شاء الله إذا قرأت سيرة رسول الله عرفت الجانب المنير في سيرة النبي التي يحتاجها الناس اليوم، لأنهم ركزوا على سنن العبادات وأهملوا سنن المعاملات، وإنما ينتشر الدين ويحبب إلى قلوب الآخرين في أخلاقنا، في مدى تمثلنا لسماحة الإسلام، لرحمة الإسلام، لتواضع المسلم في غير ذلة، لعزة المسلم في غير كبرياء. إنه الإسلام في صورة مشرقة، هذا الذي أقصده حينما نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ما أبهرتني في سيرة النبي وأنا أقرأها، كل شيء يبهر، ولكن أعظم جانب أبهرني وشدني إلى سنة الحبيب شدا عنيفا هو خلق النبي. وإنك لعلى خلق عظيم. وإن أعظم ما شدني في خلق النبي وكل أخلاق النبي عظيمة، شدني خلق التواضع. فكانت الأمة، أمة تأتي إلى رسول الله وتأخذ بيده وتجوب به سكك المدينة كلها، فلا ينزع يده من يدها حتى يقضي حاجته، وهو رسول الله وخير من مشى على الأرض. يا الله، هذا هو المقصد الرابع وهو الطاعة. وركزت بعد أن درسنا أو قرأنا سيرة رسول الله وجدنا أن أهم ما يهمله المسلمون هو هذا الجانب. أما المقصد الخامس من مقاصد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن تتعلم الإسلام في صورته العملية. يا الله، نعم، إذا درست سيرة رسول الله فأنت تدرس الإسلام. واسمك تقول نعم. إذن ما الأحسن نمشي ندرس السيرة نتاع النبي؟ نعم، لو درست سيرة رسول الله لا درست الإسلام في جوانبه العقدية والتعبدية والأخلاقية والتشريعية وكل شيء في الإسلام، لأن رسول الله هو الذي طبق الإسلام في كل الجوانب. والله لمن تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما تدرس العقيدة
كما يدرسها هؤلاء عقيدة جافة. يحسب لهم حينما يدرسون الناس العقيدة توحيد الربوبية، توحيد العبودية، توحيد الصفات، صافي غادي تولي موحد لمجرد أنك تحفظ مجموعة من القواعد في مسألة العقيدة، وهو أبعد ما يكون عن تمثل العقيدة الصحيحة. حينما تدرس سيرة رسول الله تدرس العقيدة حية. تخيل معايا، تخيل فين غادي تصيب هذا الدرس العقدي؟ تخيل معايا الآن غادي تقرأ العقيدة عمليا، من تقريهم السيرة كتقريهم العقيدة عمليا وليست نظريا. يأتي المندوبون عن قريش إلى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، يأتون إلى أبي طالب عم رسول الله فيقولون لا كف عنا ابن أخيك، وإلا ستتحمل أنت وزر ما سيقع بيننا وبين القبائل الأخرى من قتال تراق فيه دماء، لا تحملنا يا أبا طالب فوق ما لا نحمل ولا نحتمل. فكأن هذه الكلمات أثرت في أبي طالب، فجاء إلى ابن أخيه رسول الله وقال له يا ابن أخي لا تحملني ما لا أطيق. لماذا تحملني يا ابن أخي ما لا أطيق؟ هؤلاء قومك جاءوك يطلبون منك شيئا، فتنازل كأنه يريد منه أن يتنازل. فلما رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام كأن عمه يريد أن يتنازل ويريد أن يسلمه، استقبل القبلة واستعبر. ما معنى استعبر؟ نزلت العبرات على عينه كأنه يرى أن كل الدنيا قد انفضت من حوله ولم يبق له إلا الله. شو العقيدة؟ شو؟ فرفع السبابة إلى السماء، قال وربي، قال والله يا عم. الآن تعارضت، واسمه تعارض الرحم والعقيدة. هذا عمو اللي كان واقف معاه الآن غادي يتخلى عليه، صافي ما بقى له حد ضرب. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني ويقدروا، ما قالش الدنيا، يمكن الدنيا يمكن يمكن الدنيا يمكن يمكن يجيبوا لك منها شي حاجة، لكن الشمس شي حاجة بعيدة. والله يا عم هذه عمره ما قالها شي واحد قاع، هالكلام عمره ما تقال. شكون يقوله؟ شكون؟ لا يقوله إلا من نور الله قلبه وامتلأ قلبه بنور اليقين، نور التوحيد، لن يقول هذا أحد. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته فوقش حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يا الثبات يا الثبات، هذا الموقف العقدي هل يمكنك أن تصل إلى تصويره باش بالقوالب التي تدرسها للناس؟ قوالب وقواعد، توحيد الربوبية، توحيد كذا، توحيد، يكفي هذا؟ يكفي هذا؟ عليه الصلاة والسلام، أنت حينما تدرس السيرة وتدرسها تقف على جوانب العقيدة المشرقة. شوف شوف، في غزوة بدر 313 مع 1000، وصدر ربي وعده بالنصر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شوف شوف، يقف فيصف الصفوف فيلتجئ إلى ربه ويبالغ في الدعاء حتى يسقط الرداء عن كاهله وهو يقول اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض. فسجل الله هذا الموقف التعبدي، وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنت حينما تدرس السيرة تدرس العبادة، عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك العبادة عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان، يخرج في الحر فيدعو الدعاء، يخرج في القر فيدعو الدعاء المناسب، تهب الريح فيدعو الدعاء، يصيح الديك فيدعو الدعاء، يصعد الجبل له دعاء، يمشي في الطريق المستوية له دعاء، يركب الدابة لها دعاء، يدخل المسجد له دعاء، عبادة على كل حال، حتى سمي هذا ذكر الله على كل أحواله. قالوا كان رسول الله يذكر الله على كل أحواله، خير الذاكرين، خير العابدين، خير الذاكرين، خير العابدين. يجي واحد يسب الريح يقول لا تسب الريح، واحد يسب الديك يقول لا تسب الديك، واحد يسب الدهر لا تسب الدهر. كان إذا صلى يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعائشة تصف صلاته وقراءته صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. تخيل الصحابة شو يقولوا على هذا، لأنه العدد تاع الناس يبغيوا يستدلوا يقولوا الأئمة راهم يطولوا، الأئمة راهم يطولوا في الصلاة، إلا صلى بإنا أعطيناك الكوثر راه طول عليه. تخيل قال لك سيدي تقام الصلاة، وتخيل معي، فيخرج الرجل من بيته في المدينة ويذهب بعيدا ليقضي حاجته ويستنجى ويتوضأ ويأتي إلى مسجد رسول الله ويجد النبي لم يركع الركعة الأولى. هذا راه يخفف، هذا من راه يصلي بالناس. صلاة الجمعة قال لك سيدي إن من فقه الرجل واسم تقصير الخطبة والتطويل في القراءة. أبغينا نقولوا شحال سيدي هذا النبي وشحال راه يدير في الخطبة، لأن واحد الناس يديروا 10 دقائق. واخا نوليو للسنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، غادي نشوفوا شحال كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم في ديك الوقيتة اللي كانت كلشي الأمة، أيوا كلشي الأمة متقي الله، كلشي الأمة قلوبها متعلقة بالله، كل شيء يذكرك بالله، ما كاينش كاع الذي يصرفك عن ذكر الله، ما كاين لا ملاهي ولا قهاوي ولا بارابول ولا انترنت ولا بورتابل ولا شاط ولا والو. نشوفوا ذيك الوقيته وشحال كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدير الخطبه. قالت في حديث صحيح ان امراه حفظت سوره قاف من كثره ما يرددها رسول الله على المنبر. نديروا باللي الخطبه نتاع النبي كان يقرا فيها غير سوره قاف، لان اغلب الخطب نتاع النبي كانت قرانا، لان الناس كانوا يفهموا القران، كان يكفيهم تقرا عليهم القران. اما احنا اليوم نقرأ القران غادي يفهمك شي واحد؟ الناس مبلعة أم جمكة، اش غادي يفهم لك انت اللي قرأت عليه القرآن؟ إوا قول لي الله يرحم والديك سورة قاف، وشحال كان النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان يدير فيها، منين كان يقرأها؟ غادي نقول لك وشحال كان رسول الله إذا قرأ القرآن. تقول عائشة بإمكانك أن تعد أحرف القرآن عدا، يعني تحسب هو يقرأ وأنت تحسب الحروف، معناه أن القرآن تاعك تكون مسترسلة مرتلة، يرجعها ترجيعا، يحسن قراءتها، يتغنى بها. شحال فيها الان هذه سوره قاف؟ فيها تقريب شروب وكذا، اذا شحال غادي يدير فيها؟ قراءتها الواحد يدير فيها 25 دقيقة. يلا 25 دقيقة. هو زيد لا يدير شي حاجة أخرى ديال موعظة ومع الخطبة الثانية مع الصلاة. هذا في الوقيتة اللي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوات ربنا وسلامه عليه. إذن فأنت حينما تدرس السيرة تدرس الجانب التعبدي العبادة، أنت حينما تدرس السيرة تدرس جانب الأخلاق كما قلنا، أنت حينما تدرس السيرة تدرس
سيرة الحاكم الرئيس، كيف يسوس الأمر، كيف ينظم علاقة الدولة بالمجتمع. وسنعرض لما يسمى أول وثيقة دستورية لدولة بنيت على الأرض وتسمى وثيقة المدينة، في أرقى صور الأنظمة الدستورية التي شهدها التاريخ. أول دولة دستورية بناها رسول الله، لابد أن نتحدث عن هذا في السيرة. أول دولة كتبت دستورا ينظم علاقة أو يحدد صلاحية الحاكم وينظم علاقة الحاكم بالشعب وينظم علاقة الدولة الإسلامية برعاياها غير المسلمين اليهود، ينظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول المجاورة. من الذي أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ يا الله، فوجب على من يدرس ما يسمى بالفقه الدستوري أو القانون الدستوري أن يرجع إلى أم هذا الفقه وأصله عند المسلمين. أنت تدرس السيرة تدرس نظام الحكم في الإسلام، أنت تدرس السيرة تدرس نظريات التغيير، نظريات التغيير في المجتمع. هل التغيير يبدأ من علو من الفوق أم من الأسفل؟ فيأتي القرآن واضحا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويأتي تأتي سيرة رسول الله لكي تطبق هذا بجلاء، فيقضي النبي 13 عاما من 23 سنة من عمره الدعوي وهو يدعو إلى ترسيخ العقيدة، أن يغير الإنسان من داخله. أنت حينما تدرس سيرة رسول الله تدرس الاقتصاد الإسلامي، تدرس نظريات السياسة، تدرس علوم الاجتماع، تدرس العلاقات الدولية، تدرس كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تدرس السيرة تدرس فيه جانبه الدبلوماسي، كيف كان يحاور الآخرين. حينما تدرس سيرة رسول الله تدرس القائد العسكري، كيف كان يقود الجيوش، كيف كان يسوس الجيوش، تدرس استراتيجيات المعارك. ولذلك حينما تدرس سيرة رسول الله تدرس فيه سيرة المولود المبروك، سيرة الطفل المحفوظ المصون برعاية الله، تدرس سيرة الشاب الأمين الصدوق، تدرس سيرة الكهل الراجح العقل الرزين الذي يحكم من قبل كل قبائل العربية في وضع الحجر الأسود في مكة، تدرس سيرة الزوج الرحيم والأبي العطوف والصديق الحنون والمقاتل الشجاع الكريم الجاري الطيب. سبحان الله. ولذلك لم يكن غريبا أن يجعله الله أسوة للجميع، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الشاب يجد فيه الأسوة، والطفل يجد فيه الأسوة، والأب يجد فيه الأسوة، والزوج يجد فيه الأسوة، والمعلم يجد فيه الأسوة، والمربي يجد فيه الأسوة، والداعية إلى الله يجد فيه الأسوة، والمقاتل يجد فيه الأسوة،
وكل من يحترف حرفة يجد فيه الأسوة، حتى راعي الغنم يجد فيه الأسوة، التاجر يجد فيه الأسوة. فكلكم يا أمة رسول الله على اختلاف أجناسكم وعلى اختلاف مهنكم وحرفكم وعلى اختلاف أعمالكم، كلكم كلكم تجدون في رسول الله أسوة. ولذلك لما أراد الله للنبي أن يكون أسوة، فقد حفظ الله تعالى السيرة كما حفظ القرآن والسنة، صلوا على الحبيب، فسيرته محفوظة كما حفظ الله القرآن والسنة. الله، عقل على هالكلام، ربما راك عمره ما سمعته. الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلم من الآية أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن والسنة، ولكن لم يشر إلى أن السيرة داخلة في هذا الحفظ، لأن السنة هي عمل رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له سيرة، فحفظ الله تعالى سيرة من أمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس في سيرته شيء يخفى على الناس، فلقد كتبوا عن أحوال رسول الله كل شيء، كتبوا عن أحواله في فراشه في مخدعه مع زوجته. لما أراد الله لرسول الله أن يكون قدوتنا، جل الله سيرة نبينا للعالم فكشفها وسلط الأضواء عليها، حتى سلط الأضواء على النبي في فراشه مع زوجته. يا الله، اسمعوا اسمعوا من تشوفوا هالحديث. أم سلمة تروي أن النبي حينما سئلت ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة إذا حاضت، المرأة الآن تشوف الفراش، المرأة إذا حاضت والله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته إذا حاضت؟ قالت: كان يضع يعني على القبل والدبر يضع، ثم يتستمتع بكل ما عدا ذلك. انظر إلى هذا الكشف، حتى لا يظل شيء في حياة النبي مستورا، لأنه أراده الله أن يكون نبراسا لكل الخلق. عائشة تقول: كان رسول الله يقبلني وهو صائم ويقول: القبلة لا تفطر صائما ولا تبطل وضوء. ولكن تقول: ولكن كان أملككم لإربه، كان يقبل وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، يعني أنه لا يمكن بسهولة لرسول الله أن ينهزم أمام شهوته. ولذلك فهي تحذر من لا يستطيع أن يمتلك نفسه أن يقوم بما قام به رسول الله، لأنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. غسلوه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كنا نغتسل من إناء واحد، من إناء واحد. وتوصف حتى هذاك القصعة اللي كانوا يغسلوا فيها، قال لك اخترتي بقاعد فيها العجين عاد، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها: ارفدي يدك باش حتى انا ارفدي يدي باش ما يتلاقاوش اليدين بزوج في الإناء وهما يغسلوا صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله تعالى السيرة لما أراد الله لأمته أن يكون رسول الله نبراسها وأسوتها وقدوتها، جل الله السيرة وحفظها وبلغها، ولم يعد في حياة النبي شيئاً مكتوماً مستوراً. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إننا نكتب عنك، ولكن في بعض المرات تكون غضبان، وش يكتبوا عليك كل شيء، وش بخطرة تكون غضبان وزعفان ما تعرف ما تقول، استغفر الله يا ربي، بحال بغى يقول ما تعرف ما تقول.
قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا عني في الرضا والغضب فإني لا أقول إلا حقا، اكتب عني ما شاء. يا الله اكتب عني في الغضب والرضا فإني لا أقول إلا حقا، فالغضب لا يخرجني عن الحق والرضا لا يخرجني عن الحق. صلوا علي، صلوا على الحبيب. ايه يا سيدي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد يستغرب بعض الناس حينما يعلم، إذا لم يكن يعلم أن سيرة النبي وأخلاق النبي قد ذكرت في الكتب السماوية من قبل القرآن، قبل أن يبعث النبي وقبل أن يولد. كان اليهود يعرفونه بسمته وأخلاقه قبل أن يولد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال أحدهم لعبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم: أفعلا كنتم تعرفون النبي قبل أن تروه؟ قال: والذي بعث محمد رسولا لقد كنا نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن نراه، نعرفه بسمته وبنعته وبصفته، لأننا قرأنا ذلك في الكتب السماوية كما ذكرته الكتب. أما أبناؤنا فلم نكن نعرف كيف يولدوا ولا نعتهم ولا صفتهم. أنا ما كنتش نعرف الولد ديالي كي غادي يجي، قصير ولا طويل، حمر ولا زرق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعرفه بأوصافه التي ذكرها الله تعالى سبحانه. ولذلك كان اليهود وخاصة من أحبارهم الذين درسوا سيرة رسول الله في الكتب السماوية السابقة يأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليمتحنوه في تلك الصفات التي ذكرت في الكتب السماوية. وكان من بينهم أحد الأحبار يسمى زيد بن سعنة، زيد بن سعنة. قال زيد بن سعنة رضي الله عنه: لقد جربت فيه جميع الصفات التي قرأتها فوجدتها فيه، وبقيت صفة واحدة منعتني من الإيمان به حتى أجربه لعلي أجدها فيه، فإن وجدتها آمنت وإن لم أجدها تركته. يا الله، قيل ما هي؟ قال: قرأت عنه، شوف الصفة نتاعو معروفين قبل ما يكون، يحلم عن من جهل عليه، وكلما ازداد جهل الجاهل عليه ازداد حلمه عليه. هذا قرأ عليه، هذا قبل ما يكون سيدنا رسول الله، لأن في الكتب السماوية اش كيقول على سيدنا ربي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لم يكن صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم، وهكذا تذكر له كثير من الأوصاف. قال: فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرضه مالا، سلف لسيدنا رسول الله واحد القدر ديال المال على أن يسترده منه على واحد السيمانة ولا أسبوع مثلا. هو سلف له مع الصباح والعشية مشى عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ويوقف في الباب ويقول: سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: صلوات ربي وسلامه على الحبيب، لا إله إلا الله، يا محمد، يغلظ عليه يجهل عليه، يا محمد، ألا تؤدي ما عليك من دين؟ لقد عرفناكم معشرا بنو عبد المطلب قوما مطل. هو ذاك اتهموا وتهم كل شيء قبيلته، ضربوا وضربوا. رحنا عرفناكم انتم اهل القبيله نتاع قريش، ما تبغيوش تردوا الفلوس اللي سلف لكم، تاكلوا عباد الله، انتم موكلين عباد الله. زعما يجهل عليه بالمعقول. سيدنا عمر ما كانش بالعاكزين، قال له: يا رسول، اذن لي نطير بها الراس.
شو يقول؟ قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كان الأجدابك أن تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرني أنا بحسن الأدارة، يطلب حقه مال. قم يا عمر، أنت اللي قلت هالشيء، أدي الذي علي ثم زده مثل ذلك جزاء ما روعته. روح خلصوا، أعطيه حقه هذا وزيد له قدو على هذاك الشيء اللي قلت بغيت تروعه، قلت نضرب له العنق نتاعه. شكون انت يا تضرب العنق؟ ضرب العنق نتاعه وغدا يوم القيامة ولا بحاله يقولوا شي واحد وهذا غير يهودي، كل لا هذا غير رومي، كل لا الشوماج لهيه وروح خدم هنا، الشوماج لهيه وخدم في النوار 100 الاخر ودار كذا والناس عايشه كسول متكاسل ويضرب لك هنا ولهي وراه بخير. قال لك وراني نصلي. فقال الرجل: وقف، ما بغيت بو فلوس، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك يا محمد عبد الله ورسوله. قال له: واش دنا لهالشيء؟ ما الذي حملك على هالشيء؟ قال: يا رسول الله، الشاهد انني قرات في الكتب السماويه السابقه عن نعتك وصفاتك فرايتها كلها مجسده في سيرتك، سيرتك الا خلقا واحدا اردت ان اقف عليه بنفسي، وهو انك تحلم عمن جهل عليك، وكلما زاد جهل الجاهل عليك زاد حلمك على الجاهل، وها أنا الآن أقف عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. إذن حينما ندرس سيرة رسول الله المقصد الخامس فإننا ندرس واسمه الإسلام. بغيت تدير واحد الطريق قصير باش تعرف الإسلام كامل في عقائده عباداته أخلاقه شرائعه اقتصاده سياسته اللي يجمع لك كل شيء، واحد العلم اللي يجمع لك كل شيء واسمه هو السيرة. لأن من تمشي تدرس الإسلام واش بغيت؟ فقه المعاملات، فقه العبادات، الفقه الدستوري، الفقه كذا، علوم الاقتصاد، علوم الاجتماع، علوم النفس، علوم الحميضة، علوم زقارن، علوم. ولكن كي تدرس السيرة أنت تدرس الإسلام في كل جوانب الإسلام، وتدرس الإسلام حياً حياً يمشي على الأرض، مش تدرسوا نظريات، تدرسوا مطبق. لأن واحد العدد نتاع الناس يقولون بأن الإسلام مثالي ولا يمكن أن يطبق. لا يا أخي، نحن ندرسه مطبقاً في سيرة رسول الله وفي سيرة الخلفاء الراشدين وفي سيرة المسلمين اليوم. الإسلام مطبق اليوم، إن لم يكن مطبقا على مستوى الدولة فهو مطبق على مستوى المسلمين، علاقات الجار، علاقات الرحم، بر الوالدين، 90% نتاع الإسلام مطبق عندنا ببركة صدق رسول الله في تمثل الإسلام. يبقى ذاك هذيك 10% نتاع الحكم ونتاع هادشي، هذه منين المسلمين يكونوا تبارك الله على مستوى المجتمع يمتثلون سيرة رسول الله ويجعلون النبي هو قدوتهم، سهل الحال. ذاك الخيس كما تكون يولى عليكم. هذا المقصد الخامس. أرى عقارب الساعة زحفت بسرعة، لربما إذا كتب البقاء وقدر اللقاء سنعود للحديث عن مقاصد، ربما يطول شوية في المقاصد لكنها مهمة، مقاصد دراسة السيرة باش تكون عندك في راسك قبل ما تدرس السيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عندك هالشيء في راسك. منين تدرس السيرة كتقول ها علاش راني ندرس؟ باش نعرف النبي، باش نعرف التضحيات،
باش نحب النبي، باش نطيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش نتعلم الإسلام. وستأتي مقاصد أخرى سنذكرها إن شاء الله. غادي نقول المقصد السادس، لكي أفهم القرآن. يا ندرس السيرة باش يفهم القرآن؟ نعم، لو لم تدرس السيرة ما فهمت ولن تفهم القرآن. يا ربي يا ربي يا ربي، هذه قاع أكثر، هذه قاع أكثر. سبحانك. سنعود إن شاء الله لهذا المقصد العظيم، وسنرى أن دراسة السيرة من أعظم ما يعين المسلم على فهم كتاب الله، فما من آية في القرآن إلا ولها علاقة بسيرة رسول الله. كتقرأ يا أي قد سمع الله قول التي تجادلك سيرة رسول الله، كتقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول سيرة رسول الله، كتقرأ على سورة غزوة بدر روح لسورة الأنفال، كتقرأ على على غزوة أحد روح لسورة آل عمران، كتدير على سورة تبوك روح لسورة التوبة. فالقرآن كله يتحدث عن سيرة رسول الله، فلا مجال إذن لفهم القرآن في غياب دراسة سيرة رسول الله. سنقف إن شاء الله معها. الآن كنا في البدء أي في الحصة الأولى ونحن نستعرض مقاصد رسول الله، مقاصد دراسة سيرة صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن المقصد الأول هو معرفة رسول الله، وقد دخلنا إن شاء الله تعالى في مشروع التعريف برسول الله، وذلك بالقيام داخل كل أسرة بجلسة تربوية، الأب أو الوالد يقوم في كل أسبوع بتدريس السيرة لأولاده، وكانوا قاعد الناس يرفعوا أصبح. معناه الآن رحنا رام دايرون 4 ديال الحلقات اللي رام. شكون هذا اللي بدا إن شاء الله يرفع صبعه؟ هذيك على حقاش ذاك النهار كاع الناس رفعوا صبح، نشوفوا شحال الآن. شكون اللي بدا؟ الله يرحم والديكم ويقولوا الصح. نشوفوا شحال رحنا. شكون اللي بدا إن شاء الله مع الأهلية ديالو بدا يعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها أنتم حتى واحد. واحد إن شاء الله. ها زوج ثلاثة. إذا شفتوا شحال رفعنا صباعنا. ولذلك اللقيتان إن شاء الله تعالى نبقاو نقولوا ودي علاش مالنا ما بغيناش نتعدلوا؟ المشكل هذاك ما راهم يديروا. خصنا نقولوا احنايا الديفو فينا، احنا الديفو فينا احنا. واحد السيد قالوا له انت هذه 50 عام وانت تحدث، واسمو درت؟ قال لهم انتم 50 عام وانتم ما تسمعوا، واسمو درت؟ ايه كيف كيف كي اللي يقول كل اسمع حتى الكلام اليوم ولا تسمع غير الناس غير يعجبوا شويه. اوه مخيره مخيره، واش اغنيه واش راك تسمع الفريد الاطرش؟ الله يهديك يا ودي، هذا دين، هذا فرق. اقول شفتوا ذاك النهارات فرحنا قلنا ان شاء الله غادي ندخلوا، شكون غادي يدير؟ شكون شي يرفع اصبعه؟ كان اللي ما كانش هنا ما يهمش، وكان الاقل يكون هنا الثلث، نقولوا راه غابوا الثلثي يكونوا هنا الثلث. حتى واحد مازال ما بداش، ثلاثه ولا اربعه. اذا هذه فعلا تعطينا مؤشر حقيقي على اهتمامنا بديننا. الى الدين تاعنا راه مهاض الجناح فنحن السبب. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم. الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم دائما ندير النداء المسجد بقرسيف اللي بغى يتبرع، ولا إن شاء الله راهم وصلوا له باش يديروا الضالة. سي أماسي محمد اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك. البنت نتاع الاخ نتاعنا سي حسن وهبي يعني ان شاء الله تعالى ماتت شهيده ان شاء الله حامل، أسأل الله تعالى يتقبلها شهيدا يا رب العالمين.
أخ من بلجيكا يسأل هذا الجمع الدعاء له بالمغفرة، اللهم اغفر له ولسائر المسلمين يا رب. الإخوان تعنا الذين يعني أقدموا على الزواج في هذا الأسبوع، اللهم بارك لهم وعليهم يا رب. واحد المرة هنا غادي تكون يعني غادي دير واحد العملية على البطن ديالها، ولكن ديرها في الدار البيضاء على خصها ديك الشبكة، غادي تكون لي هاك عندها واحد الجلبة وردية، من أراد أن يعينها فليفعل جزاه الله خيرا. هذه اللي مريضة بالسكر ومنين تصوم ما تقدر شيء، والطبيب قال لها ما تصوميش وهي صامت وطاحت وهذاك الشيء، إلا قال لك الطبيب آمين إن شاء الله تعالى، المسألة راه ولات معروفة. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وربك يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المرض يسلم مريض وما يقدرش ولا صام غادي يموت ولا ما يصوم شيء، ربي راه عارف. نية المؤمنين خير من عمله، كاين شي واحد اللي بقى يتغبن وكذا، ما سيدي ربي راه عارف، يبغي منك غير راه عارف واسمو عندك في القلب ديالك، صافي ما تعذب روحك ما والو، ربي راه عارف. نعم هذا اللي يكون فيه المرض يعني لا يرجى برؤه، ويكون من ذوك اللي يقول فيهم: والذين يطيقونه فدية، أي الذين لا يطيقون الصيام أصحاب الأمراض المزمنة، هؤلاء يفدي عن كل يوم، يعني كل نهار يطعم مسكين إن شاء الله تعالى. نهار الجمعة إن شاء الله على الساعة 8 في هذا المسجد هذا، اللي بغى يجي يعني كان واحد الشركة إن شاء الله جديدة، ما نديرو لهاش الدعاية، إحنا ما غاديش نديرو لها الدعاية، ولكن إلا مزيانة معليش تجي هنايا إن شاء الله على الساعة 8 إن شاء الله تعالى، وغادي دير واحد التنظيف لهذا المسجد، تنظيف يعني بلا ما بلا والو، يعني شيء باش تنظف هذا الشيء وتعدل هذا الجو ان شاء الله، وبغات تدير اول عمل في مدينه وجده في هذا المسجد، فنسال الله تعالى ان يوفق لما فيه الخير ان شاء الله تعالى. نعم اسمه الكليماتيزر، واحد الكليماتيزور يعني طوع به واحد الاخ يعني غادي يديروا للنساء، وخص اربعه، خص اربعه في هذا ديال الرجال يخصهم اربعه، واحد ديال النساء ذاك السيد تبرع للنساء، وباقي اربعه ان شاء الله تعالى اللي بغى يبرد على خوته. ما حكم واسم الحكم تاع السيد اللي استر على واحد السيد المعصيه وهو يشوف فيها ويرتكبه ارتكبها امام عينيه؟ الانسان اذا راى احدا يرتكب معصيه غير هو اللي شافه، الاحسن والافضل الا يفضحه. من ستر مسلما في الدنيا ستره في الدنيا، ما يجيش يفضح يقول اوه فلان راه دار فلان، لان المؤمن يستر والمنافق يفضح. والله تعالى ستير، إذا ستر عبدا في الدنيا أتم عليه الستر في الدنيا والآخرة، يقول يوم القيامة: سترته عليك في الدنيا وها أنا أسترك اليوم عن أنظار الخلائق. ولذلك المؤمن استمتشته استر عليه، ولكن يقول له شو، لا تستهن بستر الله، يا خسك تتوب لله وتولي يا خلاص شر. أما إذا جاهر بالمعصية فلا حرمة له، إذا كان هو يجاهر بالمعصية هو يتبجح بها هو يقول أنا درت، هذاك ذكور الفاسق. أما ما دام فيه شوية لحية ويعصي الله تعالى وهو يستر روحه في المعصية راه مزيان، راه مزيان. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبات العبد يعصي ربه ويبات ربه يستر عليه ويصبح وقد كشف ستر الله عليه، هذا المصيبة. هو بيت يعصي وربي بيت يستر، هو يعصي وربي يستر، وينوض هو مع الصباح يخرق ستر الله عليه ما يرضاش ويفضح ربه. انا واش هذه ليله فوتها
واشهدوا كيسان شربتهم واشهدوا كذا، ويجلس في القهوة الرجل على الرجل يقول هذيك درت لها وهذيك درت لها وهذيك مشيت لها وهذيك. لا إله إلا الله، من عصى الله وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. فالمعصية شيء عظيم، والافتخار بالمعصية أعظم. درتها زينة اللي راك الناس لا تفتخر، تفتخر في شي حاجة زينة، درت شي حاجة زينة أنت منين زنيت بكلال وشربت كذا، هذا هو هذه هي السجل ديال المنجزات ديالك. انت راك دير الديليو في الصباغه وكتقيسك الدوخه منين تشم هذاك الشيء، واش في رمضان ما عليكش ان شاء الله، ما عليكش ما عليكش ان شاء الله باذن الله ما عليكش، ديك هي خدمتك. هالمرأة اللي جاوبتها هذه اللي مات الزوج ديالها وما صلاش المغرب والعشاء وتركها وهي حامل، قلت لك ان شاء الله تعالى هذا الانسان هذا اللي مات وما صلاش المغرب والعشاء هذا الزوج ديالك هذا المسلم هذا ان شاء الله تبارك وتعالى دخل في غيبوبه قبل ما يصلي المغرب والعشاء. لا شيء يعني، لا شيء يعني، ونديروا كاع هذا المسلم هذا كاع كان يا سيدي حاضر العقل ومات وما صلاش المغرب والعشاء ما صابش اللي يوقظوا او لا كذا كذا، ندعو الله له بالمغفره والرحمه. واش درك عاد نبقاو ندوروا عاد يبقى عاد يا ربي علاش ما صلاش المغرب والعشاء ولا ونمرض انا على المسائل ديالو؟ لا هو الله يرحمه، تعرف هو عند من مشى ولا ما تعرفش؟ هو مشى عند ارحم الراحمين. لو كان كاع جلس عندنا احنا هنا واش غادي نديروا؟ هو مشى عند اللي خلقه ورزقه واعطاه الايمان وجعله من امه محمد صلى الله عليه وسلم. واش حنايا ارحم له من رحمه ربي؟ لا، مشى عند مولانا الكريم ارحم الراحمين، وربي يرحم عودك من عليك انت، راه من دالك الراجل راه غادي يرفع لك الدرجات وبغاك باش ان شاء الله ماشي تولي على روحك وتمرض. هذا الشيء كلشي غير وسواس، هذا الشيء غير وسواس. الرصايم اليوم نصف شعبان وسمع تعلم في قناة الرسالة يقول صيام نصف شعبان بدعة، هل نوافل الصيام أم نفطر؟ إلا بقيتوا تسمعوا بزاف لهذا العلماء تاع الناس ونتاع القنوات وهذاك الشيء وتبقاو تخربقوا رواحكم، راك صايم صايم واسكت، با تسمع بدعة كذا. المهم أنا راني صايم لله سبحانه وتعالى والسلام، صمت نصف شعبان ولا كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من شهور يصوم في شعبان، ديرها أنت من هذه السنة صافي. يا الله والسلام. علاش باقيين تدخلوا أنتم هذا قال هذا قال هذا، روحوا تكلموا لنا على السنة الحقيقية. روحوا تكلموا على السنة الحقيقية تاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي المحبة بالمؤمنين، هي اجتماع الكلمة، هي الدعوة إلى الله، هي مجابهة العدو، هي التهيئة لتحرير القدس. ما تبقاو انتم ماشي هكذا دائما، من اللي يخلط هذا رمضان وحنا مفقوعين، اللي صام مع السعوديه واللي صام مع كذا، واللي صام مع اريتريا واللي صام مع الشو مع 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 كامبوج مع موزمبيق، هم اصحاب اوروبا راه مهبولين زنقه وحده واحد يصوم من العام اللي في مدريد في جهه تاع مدريد ديال انا كاتالونيا، من العام للعام يديروا تما واحد الدوره شرعيه يجيبوا العلماء مع تبنين كل شيء. تعرفوا انا يعني منين نبقى نشوف هذاك المواضع اللي يجيبوا غاديين الاسبانيول وجايبين العلماء قدهم قد الهوان، علماء كبار. وعلى من يدير لهم العالم هذا العام؟ على ما على مدار لما وجمعوا الفلوس، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. قلت له والله الله مخيره، ضرب الله على اذانهم، ويفسر لهم ما معنى ضرب الله على اذانهم. وفي التالي قال لهم الاذن هي الوحيده التي تتعطل. قال له واحد السيد في التلعيه ما يرفع صبعه كيصلي معنا هنا، كيكمل قال له يا شيخ العكس هو الحاصل،
أن الأذن هي الوحيدة التي لا يتعطل عملها، وإنما عطل الله السمع عند أهل الكهف معجزة باش ينعسوا في خاطرهم، باش ينعسوا 3 قرون و9 سنين ضلوا هكذا. ونظروا ذوك الأتباع نتاعو غادي يقتلوه، شكون أنت تهضر مع العالمة لأمك؟ شكون أنت لأمك؟ غادي يقتلوه العالمة. قلت لهم يدحوركم عالم السنين، يدحوركم. غادي نجيبوا عالم تخلصوا له لالي والروتور وتعطيوه 1,000,000 ولا 2 مليون ولا 4 مليون باش يجي يدير لكم أصبن يقول فيها أولادنا مشاو، ما كانش مدارس، ما عندناش حتى فين ندفنوا الميتين من يموتوا، ما عندناش جوامع، ما عندناش وجايد. هذا على مرة كنت تلغوا للناس، هذوما المؤتمرات، هذوما الحميضة. مالك عليا بالك؟ يسأل الدعاء الجمع باش إن شاء الله تعالى يوفق لي إنهاء البحث لنيل شهادة الماستر، يا رب يوفقه يا رب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على معلمنا ومربينا محمد. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.